من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آل بيتك المظلومين والهداة المهديين وحجج الله على العالمين والذي أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله. لم أنس زينب بعد الخدر حاسرة تبدي النياحة الحانة، فألحانا مسجورة القلب إلا أن أعينها كالمعصرات تصب الدمع عقيانا، تدعو أباها أمير المؤمنين، ألا يا والدي
حكمها يا 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 فينا رعايانا وغاب عنا المحامي والكفيل فمن يحمي حمانا ومن يأوي يتامانا إن عسعس الليل وراء إن عسعس الليل وراء بذل أوجهنا وإن تنفس وجه الصايا يا 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 أبدانا يا يا قم يا علي فما هذا القعود فما عهدي تغض على الأقذاء أجفانا وتنثني تدعو مشايخها من شيبة الحمد أشياخها أشياخ وشبانا توصيني بليتام أبو علي خويا توصيني شيال راسك بعد على ذاتك خويا راسك عم عيون مدللاتك والله راسك عم عيون
راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ذكرنا في الليلة الماضية وما قبلها كون أن الآية جاءت بصيغة الإخبار ولم تأتي بصيغة الإنشاء، وأنتم تعرفون أن الفرق بين الإخبار والإنشاء أن الإنشاء عبارة عن طلب، عندما تطلب شيئا يسمى ذلك الإنشاء، فكأن تقول مثلا افعل كذا أو لا تفعل كذا. لما يأتي القرآن ويقول أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا، وهكذا بقية الأوامر، هذه نسميها بالإنشاء. ماذا تفترق عن الإخبار؟ الإخبار هو ذلك الكلام الذي يحتمل الصدق أو الكذب في نفسه في ذاته فقط. خلي أبين هالنقطة. لما نقول الآن أمطرت السماء، ممكن السماء أمطرت صحيح لو لا؟ ممكن صحيح فيكون كلام صادق مطابق للواقع، وممكن أن يكون الكلام غير صحيح غير مطابق للواقع، فنقول هذا الكلام إما صادقا إما كاذبا، هذا نسميه الإخبار، واضح؟ لكن لما نقول مثلا افعل كذا، قم إلى الصلاة صلي، فنقول هذا يحتمل الصدق أو الكذب؟ لا، هذا يسمى بالإنشاء. لاحظوا، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت اختلفت عن كل السياق الذي احتجوا به، والآن أريد أتكلم شيء عن السياق. احتجوا أن الآية التي نزلت إنما هي تابعة للآيات السابقة واللاحقة، على اعتبار أن الكلام موجه لمن؟ جيد جدا. يعني لاحظوا، يا نساء النبي مثلا وقرن في بيوتكن، هذا أمر لولا؟ الله يطلب منهن أن يقرن في بيوتهن، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. هذه كلها شنو؟ أوامر. الله يقولهن افعلوا كذا، بمعنى آخر هذه عبارة عن أوامر ونواهي وزواجر وموانع، افعلنا ولا تفعلنا. لكن لما جاءت هذه الآية في آية التطهير، وإن كانت هذه الآية تالية لتلك الآيات بعدها، اختلفت فيها صيغة الكلام، فقال إنما يريد الله، وكأنه بشكل واضح وصريح أن هذه كلها عبارة عن أوامر ونواهي وزواجر وموانع، ولكن بالنسبة إلى هذا المقطع كان إخبارا. من هنا نعرف أن الموضوع من بدايته، من يا نساء النبي إلى آخر هذه الآيات، أن الموضوع واحد أم أن الموضوع يختلف؟ فبلا شك بعد أن الموضوع واحد لو يختلف، لا الموضوع يختلف. من هنا كما قلنا في الإرادة التشريعية، أي أن إرادة الله تتحقق بتوسط فعل من الأفعال، أن إرادة الله تتحقق بتوسط أفعال العبد. الآن لما جاء إلى هذا المقطع، إرادة الله تعلقت بهؤلاء، أن إرادة الله تعلقت لتطهير نساء النبي بالأفعال، بالأوامر، بالنواهي، بالزواجر، افعلنا ولا تفعلنا. إذا فعلتن هذه الأوامر وتركتن هذه الزواجر فإنكن ستصلن إلى مرتبة،
هذه المرتبة يشار إليكن أن كن تابعات لرسول الله. لاحظ. أما هؤلاء أهل البيت الذي عرف البيت بالألف واللام للاستغراق وليست للجنس، يعني مو أي بيت وإنما بيت معهود بين المتكلم والمتلقي، معروف أن هذا البيت أهله مطهرون، إنما يريد الله، وكأن المعنى هؤلاء النسوة وإن كن نساء النبي بما أنهن لهن علاقة بأهل هذا البيت، أهل هذا البيت تبع لرسول الله بالنسب والاصطفاء والاختيار من الله، الله اصطفاهم. ستقول لي منين اصطفاهم؟ بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. من هؤلاء؟ القرآن بشكل واضح يتكلم عنهم بالاصطفاء بشكل واضح. لاحظ، هؤلاء كانوا تبعا لرسول الله بالنسب والاصطفاء والامتداد الطبيعي، أما البقية فإنهن تابعات لرسول الله بالنسب أم السبب؟ ها؟ بالسبب، لأنهن زوجات الرسول. فإن فعلتن ذلك باعتبار هل هناك علاقة بينهن وبين أهل هذا البيت، أنتم على قرابة مع رسول الله، حتى تتمكن من أن تكن منسوبات إلى الرسول، وإن كان النسب، وإن كان هذا النسب عن طريق السبب وهذا الانتساب عن طريق السبب، يجب أن تتمتعن بهذه الأخلاقيات التي جملة الأوامر والزواجر والنواهي هي التي توصلكن إلى مقام رسول الله أو إلى الانتساب إلى رسول الله، من دونها خلاص. لكن لاحظوا في آية التطهير، إنما يريد الله أن هذا الكلام الذي زجرت به البقية وأمرت به البقية ونهيت به البقية، أنتم مشمولون به أم لا؟ لا، أنتم خارج هذا الموضوع. لماذا؟ لأن الله طهركم منذ الأزل، لأن الله طهركم بمشيئته وعلمه، وهسه يتبين أنكم طاهرون أصلاً. تأملوا جيداً، لماذا يزجرنا؟ لماذا يؤمرنا؟ لماذا ينهينا من انتسب إلى الرسول بالسبب كالنساء؟ ليش الله يقول سووا هالشكل لا تسوون هالشكل؟ لماذا؟ لأنه ممكن أن يصدر منهن خلاف هذا الأمر، لو لا ممكن، لأنه إمكان صدور المعصية من كنا جاءت الآيات حتى تنهى، إمكان، أكو إمكان لو ماكو إمكان، والتاريخ شاهد على ذلك. ولكنكم أهل البيت ليس هناك احتمال واحد أنكم تقعون في هذا الخطأ، بل أنكم مطهرون منذ الأزل، فتلك الأوامر لو وجهت إليهم، لو وجهت إلى رسول الله وأهل بيته من أصحاب الكساء، لو وجهت إليهم لكان ذلك عبث وتحصيل حاصل. لماذا؟ البارحة دفعنا قضية تحصيل الحاصل التي ذكرها الآلوسي عندما قال إنهم إن لم يكن لديهم ذنب فلماذا طهرهم الله، ذكرنا لو ما ذكرنا، وقلنا أن تحصيل الحاصل في هذا الأمر منتفي، لأنه الدعاء مو فقط للطلب، للطلب يعني للزيادة أحيانا يكون الدعاء، هم مطهرون ورسول الله يطلب لهم التطهير الأعلى، التطهير الأعلى، فمو لأنهم لم يكونوا مطهرين وطلبة هذا هنا تحصيل الحاصل ما يصير. ولكن هنا لاحظ، لو أن أهل البيت ردعوا وأمروا وأن هناك احتمال أن يفعلون المعصية، هذا يكون تحصيل الحاصل، لأن أهل البيت أصلاً خارج إطار
وقوعهم في المعاصي، وسيتبين إن شاء الله. أنا الآن أتكلم بالجملة وليس بالتفصيل. لاحظ، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هسا أريد بودي أنا أستعرض ما يقوله الطرف المقابل وأرد عليه. طبعا قالوا هنا خمسة أقوال، من هم أهل البيت؟ أكو خمسة أقوال، أكو أقوال ما تستوجب حتى انكضها ونناقش بيها، واضح؟ يعني لما يأتيك رأي ساقط، ساقط ما إلى أي وجود، متسافل. مثلا الرأي الأول أن المقصود بأهل البيت، تأملوا، هو عموم الأمة، عموم الأمة، كل الأمة هم منه أهل البيت. هذا بعد يستوجب نسولف به؟ ما يستوجب، ترك عليه. الرأي الآخر أن أهل البيت هم أهل رسول الله، أقرباء رسول الله، من أعمامه دون أهل الكساء، هذا بعد نحكي به؟ هم ينخلي على جيب. هذه آراء شاذة. رأي آخر يقول أن المقصود هم نساء النبي دون غيرهن بس. هذا خليه مو من هاي الجهة، مو من اليسرى، خليه على اليمنى، خليه هنا، هذا أريد نناقشه شوي. ورأي يقول أنهم فقط أهل الكساء ونساء النبي، يعني همين دخلنا نساء النبي، هذا همين خليه هنا. والرأي ما نقوله نحن أن المقصود منه محمد وآل محمد. هسا عندنا رأيين ذول ما نناقشهم منا، ورأيين هنا، هذا الرأي الأخير وين نخليه؟ هنا نخليه، هذا الرأي هنا نخليه. خلونا نجي للرأيين ذا، شنو الأدلة اللي طرحوها؟ خلنا نعرف الدليل قوي نقدر نجاوبه، ما نقدر. ليس لديهم إلا، هم يقولون دليلان، أنا مرد أقول دليلة، أقول شبهتان. الدليل ما دل على شيء في الدليل دلالة، فأقول فلان دليل على الطريق، يندل الطريق لولا هذا دليل، لكن هذا فلان قال لي أنا أندل الطريق ومشيت وياه وبنص الطريق قال أقول لك تيهت، هذا بعد شنو اسمه؟ هذا دليل لو شنو اسمه؟ هذا طلع نصاب مو دليل. ضحك علي لأن قال أندل، هسه ورطني لا أقدر أرجع ولا أقدر. إذن هذا دليل، لا، شبهة شابهت الحق، شابهت الدليل وليست بدليل، هذا أولا. ثانيا، ما هما ما اعتمدا عليه؟ شنو اللي اعتمدوا عليه؟ أولا، أول شيء اعتمدوا على السنة، سنة رسول الله. سنة يعني شنو سنة رسول؟ يعني ما صدر من رسول، بلي إذا صدر من رسول الله هذا الرأي، وأنتم تقولون إحنا ما نأخذ إلا بما يقول رسول الله، عمي أنتم ليش بعد تعاندون؟ كلامي لكم موجه، أنتم كل إحنا بما أنا وياكم همين، إذا رسول الله قايل، يعني رسول الله قايل هاي الآية مختصة بالنسائي، أنتم ليش تعاندون؟ لماذا تعاندون رسول الله؟ بلي إذا ثبت قطعية الصدور من رسول الله نأخذ به لو ما نأخذ، لا نعمل به غصبا ما علينا، لأنه صدر منين؟ ممن يقول الله فيه أهو واحد. وبعد بعد ما آتاكم جيد، خلاص بعد أولا قالوا السنة، اثنين خلوها هنا، بعد الدليل الثاني قالوا السياق، يعني همين السنة همين القرآن، يا لها من دليل، يا لهما من دليلان. تعالوا إلى السنة، زين انطونا بالله هذا الحديث اللي بالسنة شنو هو؟ نريد ناخذه. لم يصدر
إلا حديثا واحدا ورد بطريقين. شوف السنة ايش طلعت، حديث واحد ورد بطريقين، والحديث عن عكرمة عن ابن عباس وقف في السوق وقال: لا تذهبن بكم الآراء، إنها نزلت في نساء النبي ومن شاء باهلته. سمعنا؟ وبعد ما حاجة عيدة؟ شو ماكو قال رسول الله؟ شو الموضوع مو يم رسول الله؟ تمو قلتوا السنة؟ شو طلع من المتكلم؟ أكرم عن من؟ زين وين رسول الله؟ أنا حجة الله علي منه؟ رسول الله لو ابن عباس، ومع جل احترام لحبر الأمة سيتبين ابن عباس بريء من هذا الحديث. أنت تحتاج عليه تقول لي السنة وينها السنة؟ سنة رسول الله وينها؟ حديث حتى لم ينسب إلى رسول الله، أكرم وقف بالسوق وتكلم بهذا الحديث: لا تذهبن بكم الآراء، من قال أنها نزلت في غير نساء رسول الله باهلت. جوين الرسول؟ نجي نناقشين واحدة واحدة. إذن هل صدر الحديث من رسول الله؟ ما صدر، بالكم لم يصدر. خلوا أنا بعد. شهدت الأمة بطرفيها، كل الأمة بإجماعها، أن عكرمة ومقاتل كانا من الخوارج، واتفقت كلمة الأمة على أن الخوارج خرجوا منين؟ من دين الله، وهم منين؟ من الخوارج. وقاتل أمير المؤمنين، حارب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وكل الأمة عندها قانون وقاعدة، رغم كل محاولاتهم أن يبطلوها ما قدروا. وما هي القاعدة؟ رسول الله قال لعلي: يا علي، أنا حرب لمن وسلم لمن سالمك. بالنتيجة المقدمة الكبرى: أنا حرب لمن حاربك وسلم لمن سالمك. وعكرمة ومقاتل كانا في الخوارج وحاربا عليا. طبق لي رسول الله من خلال المقدمة الكبرى على الصغرى، ايش راح يصير؟ رسول الله حرب لهما. زين اذا رسول الله حرب لهما، بعد اخذ منهم انا؟ بعد ورد ان ابن عباس بلغه كثرة الكذب عليه من عكرمة، هو غلامه يعني الخادم مالته العبد مالته، فربطه في الكنيف. أجلكم الله، وين ربطه؟ حتى يوقع مقداره من الناس، بعد يقولهم اللي يتكلم بيه تأخذونه لو ما تأخذونه؟ ها؟ ما تأخذونه. بعد ورد أن عكرمة كان مضربا للأمثال في الكذب، حتى ورد عن ابن المسيب قال لغلامه: لا تكذب علي كما كذب عكرمة على ابني عباس. لا تكذب علي، يقول له مو تكذب علي. فكان مضربا المن للمثل. قولوا خلصنا منه لو بعد؟ لا اريد اهزه فردنا كلش، حتى بعد لا تبقى له حجيه بعد، هو اصلا ما عنده حجه. بعد لو كان الامر معروفا في ذاك الزمان، من اللي أعرف بتفاصيل الرسالة اللي إجوا بعد 1400 سنة هسا؟ لو اللي في زمن النبي عايشين ويا النبي، شو تقولهم؟ خب ذولاك أدرى. زين ابن عباس ليش يقولهم إنها نزلت في النساء ومن شاء باهلته؟ معناته الناس كانت تعتقد أنها نزلت في النساء أم لا؟ ولو كانوا يعتقدون ذلك كان يقدر يحتج عليهم يطلع بالسوق ويقولهم أباهله. معنى ذلك أن كل الموجودين أنذاك كانوا يعتقدون أنها لم تنزل فيهم، كلام واقع. وإلا احتاج إلى المباهلة، احتاج إلى المباهلة. خب بعد ما يحتاج إلى المباهلة، لذلك هو ايش قالهم؟ باهلته، معناته الناس ما كانت تعتقد.
واضح معك؟ فسبحان الله تبين أن الدليل الأول هو سنة رسول الله. طلعت سنة رسول الله، هوب طلعت مو سنة رسول الله، بعد مو سنة رسول الله. وإحنا اللي ما جاي من رسول الله ناخذه؟ ما ناخذه. ما آتاكم الرسول، الله ما قال ما آتاكم غير رسول الله، خلاص لو جاءني من رسول الله لأخذته. ما آتاكم الرسول فخذوا، غير رسول الله ما آخذه. إذن ركز حتى أنتقل إلى الدليل الآخر. لما قالوا الدليل الأول السنة، تبين بطلان هذا الأمر. لماذا بطلانه؟ لأن الموضوع لم يتجاوز كلمة صدرت من عكرمة مولى عبد الله بن عباس، وكل هذه الأمور معروفة عن عكرمة، انتماؤه للخوارج، قتاله لأمير المؤمنين، ربطه بالكنيف من قبل عبد الله بن عباس، معرفته بالكذب، كل الناس تعرفه بالكذب والافتراء، وكما سقنا الحديث. إذن بعد شو نقول؟ ورد في ذلك من رسول الله أم لم يرد؟ لم يرد ذلك، إذن لا نأخذ به. الدليل الثاني، قالوا الدليل الثاني السياق، السياق. أنا لا أخفي عليكم، ناقشت الموضوع نقاش مفصل في مجالس العراق، قضية السياق، ولا أريد أن أصقل وأعيد، ولكن لدي إضافات أضيفها على الكلام السابق حول قضية السياق، بعض الإضافات فقط. منها السياق، تحتاجون علينا بالسياق. يشترط في السياق أولا وحدة الموضوع، يشترط فيها وحدة الموضوع. في بداية كلامنا قلنا أن الآيات التي نزلت كانت في موضوع واحد أم الموضوع مختلف؟ إيش قلنا؟ الموضوع مختلف. ما الدليل؟ إنشائية الكلام الموجه إلى النساء، وإخبارية الكلام الموجه لمن؟ لأهل البيت. هذا إنشاء وهذا إخبار، أين اتحاد الموضوع؟ أكو اتحاد؟ هنا إرادة تشريعية في نساء النبي، وهنا إرادة تكوينية في أصحاب الكساء. لا موضوع، هذا واحد. واضح صار لو مو واضح؟ واضح، هذا واحد. هذه بعض إضافات على ما قلنا سابقا، فقط إضافات. ثانيا، أن لحن الآيات اختلف. هسه تقول لي شنو لحن الآيات؟ اللحن، لحن الآيات كله اختلف، جملة وتفصيل. يا نساء النبي إنه من تأتي منكن بفاحشة فلها ضعف من العذاب، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، ولا تخضعن بالقول، ولا ولا وكذا وأوامر. اللحن كان فيه غلظة، غلظة. تشمون رائحة الغلظة من خلال المفردات القرآنية لو لا؟ يعني هسه أنت تصور أن هذا الكلام موجه إليك وإلي، تستشعر بشيء لا؟ تستشعر أن الله قد أغلظ عليك القول، افعل لا تفعل، سوي كذا لا تفعل، تستشعر الغلظة أم لا؟ الآن أنت عندك أولادك، هسه قياس مع الفارق، لكن المثل أحيانا يقرب من جهة ويبعد من جهة. دعوني أضرب مثل. أنت تقول لجملة من أولادك يا بني افعل كذا وكذا وكذا، وإياك أن تفعل كذا وهكذا، لحنك في القول معه بهذا الشكل. تلتفت إلى واحد من أولادك تقول هذا من أفضل أولادي، هذا اختلف اللحن وما اختلف. لعد وين السياق؟ صاركم 1400 سنة صيحون سياق سياق، وين السياق؟ سياق وين؟ هذا أيضا يرد به على السياق، وهو اللحن، لحن الكلام. بعد مما يرد به على السياق 21 ضمير للتأنيث، حسبناهن مو طلعان 21؟ إنه من تأتي من كنا نون نسوة، ولا تبرجنا نون نسوة،
ولا تخضعن نون نسوة وقرن نون نسوة وافعلن. في هذا الجزء آية التطهير شنو قال؟ إنما يريد الله ليذهب عنكن. إيش قال؟ عنكم. أشوف الضمير كله اختلف، تحول من نون النسوة إلى نون إلى التذكير. يا واشك يقولون أقف ها؟ قالوا هنا شنو كان المقصود؟ المقصود الغلبة أو التغليب. ممكن يقولون هيك لو لا؟ أن الغاية هنا التغليب. نقول لا، شرط التغليب الاتحاد في الموضوع. إذا اختلف الموضوع لا تغليب. وينكو تغليب اختلف الموضوع؟ لأن هنا إذا اختلف الموضوع وجاء التغليب هذا إيهام من الله، والله لا يوهم عباده. واضح؟ فيتبين تغليب لو مو تغليب. لا، ليس بتغليب، وإنما هو أمر واقع. هذول نساء، وهذا الكلام موجه إلى أهل البيت صلوات الله. نعم، التغليب أربعة من أهل البيت إضافة إلى فاطمة، هنا جاء التغليب لأن الموضوع واحد، وهو تطهيرهم بالإرادة التكوينية وأنهم أهل بيت النبوة. هنا اتحد الموضوع، جاء التغليب بإضافة فاطمة إلى رسول الله وعلي والحسن والحسين، هنا جاء التغليب. لاحظوا هذا فيما يختص بنون النسوة، يعني فيما يختص بمن بقضية اختلاف الضمائر. اختلفت الضمائر، اختلف. بعد أن هذه الآية من الأدلة، أن هذه الآية احتج بها الإمام علي وفاطمة الزهراء يوم أن غصبا حقيهما، احتج وقال هل نزلت هذه الآية في المسلمين عامة أم نزلت فينا خاصة؟ ماذا ردوا عليهم؟ قالوا بل نزلت فيكم خاصة. علي أمير المؤمنين، شو تريد تحسبه؟ من الدرجة الأولى الثانية؟ شريت حسبه؟ تحسبه نفس رسول الله كما قال القرآن وأنفسنا وأنفسكم؟ تحسبه أخو لرسول الله آخيتك؟ شو تريد تحسبه؟ فهمني، تحسبه من صحابة رسول الله؟ بأيهم اقتديتم؟ أنا أريدك قل لي، أريد أحسب عليا بهذه هذا المقدار. في كل المقادير وفي كل موطن من مواطن الحساب علي هم يحتج علينا بها الآية، لأنه استشهد بها ولم يرد عليه أحد، فصارت حجة. احتج بها علي وبعد وفاطمة ولم يرد عليهم أحد. ها؟ بعد أن هذه الآية لم تقل بها واحدة من النساء، من وحدة من نساء النبي ما قالت يوم من الأيام هاي الآية بينا. عجبا، أنت ليش صاير؟ هاي مشكلة مرات الإنسان لما يكون تكون الشوربة أكثر حرارة من الجدر، يعني مو هم نفسهم ما قالوا نزلت بينا، أنت ليش تقول هي نازلة بينا؟ هم يقولون نزلت بينا، وذكرنا لم يرد فيها إلا حديث عكرمة. هسه لو وارد منهم حديث يقول أن هذه نازلة بينا، مخالف الناقشة، ما وارد منهم. بعد إخوان، البارحة ذكرتم لما تكلمنا عن إنما والحصر والقصر بإنما، ذكرونها لو عيدها؟ ها، أنا ما أريد أعيدها، أذكروها. شوفوا الحصر هذا إخواني، راح أذكر لكم حديث ورد بمية وعشرين طريق. هسا إحنا قاعدين هنا ويجينا فد واحد يقول يا ناس مثلا في الباب، في الباب باب الحسينية مثلا، يقول في باب الحسينية وجدت كذا،
وجدت شيء مثلا. يجي واحد وراء يقول في باب الحسينية كذا، يجي واحد ثالث يقول في باب الحسينية نفس الشيء، يجي واحد ثالث يقول نعم أكو في الباب الحسينية كذا، يجي رابع، يجي خامس، يجي سادس، يجي سابع. إذا صاروا 10 نصدق لو لا؟ زين إذا 20 30 40 50 60 120 طريق. يعني لما يكون 120 طريق نصدق لو ما نصدق؟ بعد منو ما يصدق؟ 120 طريق، 120 طريقا عند جملة المسلمين أن رسول الله جاءته واحدة من زوجاته، نرويها أم سلمة أو أم أيمن أو أم المؤمنين عائشة، كلها وردت هذه أحاديث واردة عند الفريقين. جاءت إلى رسول الله قالت له أدخل وياكم في الكساء، فقال إنك على خير. وحصر رسول الله مقام أهل البيت بمن؟ بهؤلاء الأربع معه، فصاروا خمسة. يعني هناك حصر في الآية، حصر لفظي وهناك حصر مكاني قام به رسول الله، أن الموضوع حصر عند من؟ ها عند من؟ عند أصحاب الكساء فقط. فقال لها أنت على خير. متى أنت على خير؟ عندما تلتزمين باللي ذكر أنت على من؟ على خير. أما هؤلاء فأمر آخر. تلاحظون الموضوع؟ إذن هذا أيضا حصر. وأشار رسول الله بعد حصر رسول الله بأكثر من سنتين يطرق الباب على فاطمة ويقول إنما يريد الله. لم يرد اسألوا كل واحد يقول لك السياق، قل له هالجملتين ذن الحكايتين وقل له هاي الحكاية بعد. قل له رسول الله ورد في كتب الفريقين، ورد أنه كان يقف على باب فاطمة ويقرأ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، لو لا ورد أم لم يرد؟ قولوا لهم ورد. زين قولوا له فد يوم، فد لحظة، فد هيك يعني رسول الله استشهد بهذه الآية على واحدة من أبواب نسائه؟ استشهد رسول الله بهذه الآية أو الآيات البقية على بيت فاطمة؟ لا، خصص الاستشهاد على باب فاطمة بآية التطهير دون غيرها. بعد أكو سياق لو ماكو؟ اشتبين السياق صحيح لو كذبة؟ ماكو سياق. طبعا هذا الكلام أقوله إضافة لما ذكر في البحث السابق بقضية السياق، فيتبين وين السياق. لم يرد السياق، ماكو سياق. لما قالوا في السنة تبين بطلان الرأي وبطلان السياق. والمشهور عند المسلمين أنها خاصة بمن؟ بأصحاب ورسول الله ورد عنه خذ المشهورة ودع عنك الشاذ النادر. والمشهور يقول أنها نازلة في من؟ هسه ما أدري، أنا بعد قليل من الوقت وما أريد أتجاوز على الوقت، وبعد بحوث كثيرة إن شاء الله خلال الليالي إن شاء الله نكمل شيء منها، فراح بما تبقى من الوقت أطرح في قضية. زين إذا أهل البيت بهذه الأهمية، بهالأهمية الكبرى، ليش الله ما ذكر أسماءهم؟ هذا الكلام أنت سامع مني هسه، سمعت لو سامع من غيري؟ دوم يقولون هذا الحكي صح؟ مو دوم يقولونه؟ زين إذا هم هالشكل ليش الله ما ذكر؟ ليش الله ما ذكر؟ صح ولا مو صح؟ الله يرحم العلماء الماضين من علمائنا ويحفظ الباقين بحق محمد وآل محمد. ردوا على هذه الشبهة ردودا كبيرة وكثيرة وملجمة للألسن، لكن أنا ما أريد أذكر إلا قضية واحدة
أولا لاحظوا إخواني، راح أحولكم لا إلى التفسير ولا إلى أي شيء، أحولكم إلى مباحث علوم القرآن اللي وللأسف الشديد لا تطرح على المنابر إلا نادرا نادرا. هواي عندنا تقصير في قضية علوم القرآن، وعلوم القرآن تحتاج أن نفتح لها محاضرات ومحاضرات من قبيل أسباب النزول، المحكم والمتشابه، الناسخ والمنسوخ، المطلق والمقيد، الترجمة، التأويل، التنزيل. هذه قضايا مو نادرا لربما النادر النادر نسمع عنها شيء على المنابر. لاحظ، ولماذا نزل القرآن باللغة العربية وهكذا، إن شاء الله إذا صار مجال نتكلم فيه. لكن دققوا إخواني، معروف ومعلوم أن القرآن واحد من أسباب إعجازه ومن آليات الإعجاز أنه لم يذكر الأسماء. بس تقولي وين الإعجاز؟ أين الإعجاز إذا لم يذكر الأسماء؟ لم يذكر الأسماء، والإعجاز متأت من أولا رغم أنه لم يذكر الأسماء تمت الدلالة. هسه أنا أقول لك أنت فلان أنت فلان أنت فلان، لولا أن أقول فلان ما دلت عليك، أقول فلان عرفنا أن فلان من خلال دلالة الاسم على المسمى والعنوان على المعنون. عندك مكتبة، أقول لك أعطني الكتاب الفلاني، أعطيتك عنوانه تأتني بالكتاب، صح ولا مو صح؟ لكن لما أقول لك أعطني الكتاب الذي من صفته كذا وصفته كذا، وتذهب مباشرة إلى معرفته من خلال صفاته، هذا يعد ماذا؟ شوف، هذا يعد شيء من التمكن من خلال هذه الدلالة، من خلال ما دللت عليه ببعض الصفات عرفته. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. الذين آمنوا تفيد العموم، عموم الذين آمنوا هم أولياءكم. ما أعرف من هؤلاء، ما أعرف، خصوصا أن الله ماذا قال في آية أخرى؟ فرض علي أمر، أنشأ علي، أعطاني أمر إنشائي، ما هو؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. يعني لو أني تركت الصلاة الله يحاسبني لولا، وبعد لو أني تركت طاعة أولي الأمر يحاسبني لولا. زين، الله عز وجل لما قال صلوا صلوا، تعال إخواني اترك سنة رسول الله، اتركها كلها، وهاك القرآن، قوم صلي للظهر على القرآن حسب ما يقول القرآن. أريد منك صلاة الظهر، إيش قد تصلي؟ ما نعرف، شلون أصلي؟ ما أدري، وين أتجه؟ ما أدري، شو أقرأ؟ صح ولا مو صح؟ ما أعرف شو أسوي يعني، إلا أوقف وأقول له صلاة صلاة صلاة، هي هي بس هي. لكن شي يجيني من اللي يعلمني الصلاة؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي صلي كذا، صلوا كما أصلي وصوموا كما، وهكذا. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. من أولي الأمر؟ فرض علي الله فرض، يوم القيامة أجي وأنا ما طايع أولي الأمر يحاسبني لو لا؟ أقول له يا ربي ما تحاسبني. يقول لي ليش؟ أقول له لين ما بينت له إياهم، كلفتني بإطاعتهم وقلت لهم وينهم، تكون إلي الحجة علي لو لا؟ طبعا لي الحجة. يقول له والله ما عرفت. راح يقول لي هذا يصدر من الحكيم، يصدر من الحكيم، من الله، يأمرك بأمر ولا يدلك عليه. أقول له يا ربي إذن أنت بينت؟ خب أكيد بينت، لكن يقول لي أنت صممت أذنيك ووضعت فيهما واقرا، أنت أعمى بصيرة رغم أنا بينتهم. أولا دل القرآن عليهم، مرارا دل القرآن. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. من هم؟ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم
ما كل الأمة اتفقت على أن الذي تصدق وهو يصلي من؟ علي. اللهم صل على محمد. دققوا ياي عد هنا أنا شوية وقفة. زين هذه منقبة من الله ونزلت بيها آية وهاي تتكلم عن ولاية. نقول مو علي ما نقدر. نقول واحد غير علي بن أبي طالب ما نقدر. زين شو نسوي؟ ايش راح يسوون؟ قالوا هو اللي يصلي وباله ويا الصلاة. شلون التفت هاي؟ لا إله إلا ليش هي آية نازلة من الله؟ الله يقولكم ولي واعتبرها منقبة. أنت تجي تقول الله لا مو منقبة. هسه مرة واحد يسولف يرد علي ما يخالف، رد كلامي أنا مو خوش، ما عجبك كلامي أنا وأنت عند الله واحد بشر، بس أنت ترد علي من؟ رديتم على رسول الله قلتوا له منك أم من الله؟ شكيتم برسول الله؟ رجعتوا تشكون بمن؟ لا إله إلا الله. لذلك ورد في بعض الروايات أن بعضهم صحح لله. الله قال هالشكل، قال لا أنا أرى غير ذلك، فاتخذ الله رأيه وصحح. والله ما أدري، عجيب هذا الكلام. رب العالمين يقول منقبة وهذا وليكم، أنت تقول له لا. شلون التفت من صلاته؟ التفت من عبادة إلى عبادة. سعة قلبه مو هنا هي المشكلة. هذا الكلام إخواني كلامي مترابط، وأتمنى البحث تبقون وياه، لأنه إذا دخلنا في إثبات التطهير شي يترتب على التطهير، تطهير الطينة وتطهير الأفعال وتطهير الصفات. وإذا طهرت الطينة ماذا يترتب عليها؟ ترى الكلام في آية التطهير مو كلام سهل، صارنا 3 أيام بعدنا. أريد نفهم هاي الآية اللي دائما نقراها دائما نقراها. هذا من جهة. من جهة أخرى ليش الله ما ذكر أسماءهم؟ نعم أشار بالصفات ودلت الصفات على ما يريد، فهذا من الإعجاز القرآني. بعد أكتفي بهالنقطة الصغيرة وخلاص. دققوا إخواني، نقول لو ذكرت أسماءهم لاحتمل بنسبة شقد؟ احتمال بنسبة أكثر من 70%. لاحتمل، فإذا صار أكثر من 70% بعد مو احتمال، قريب لليقين. نحن نقول احتمال من باب التنزل، وإلا ما نعتقده يقينان. لو ذكرت أسماؤهم لجاءوا إلى الآيات وحرفوها وقطعوها. نعم قولوا هذا ادعاء مني، قولوا لي إذا هذا ادعاء شنو الدليل؟ أنا أقول لك ما الدليل. ما آتاكم الرسول، خلاص لهنا حتى بعد نعبر الوقت، ما آتاكم الرسول فخذوه. إذا ثبت أمر قطعي صادر من رسول الله نعمل به أم لا؟ واجب أم لا؟ إذا أطعت قول الرسول يعني أطعت من؟ من؟ القرآن. يعني أطعت من؟ أطعت الله. ورد في أحاديث متواترة متواترة عن رسول الله بما أنها تدعم عليا وفضائل علي جاءوا وحرفوها. صح ولا غلط؟ جيد. لما الرسول الله بأحاديث متواترة ذكرت بشكل معروف تواتر تواتر عند الفريقين فضيلة من فضائل علي، اجوا وقتطعوها، لو يقصونها لو يكذبونها لو يحاولون إخفاء. بعد وصار من يتكلم بفضيلة من فضائل علي جريمة. هذا شقد بعد عن رسول الله؟ شبر. يعني جرم الذي يكتب حديثا بعد رسول الله أو عن رسول الله بعد رسول الله بأقل من شبر، فصار الذي يكتب حديثا شنو؟ جريمة. وأحرقت الأحاديث أم لا؟ بلي. جيد. وجلد اللي يكتب حديث يجلدونه، جلدوه. جلد يا أخوان تعرفون يعني شنو جلدوه؟
يعني أقاموا عليه حداً أمام الناس، وكأنه فعل كبير من الكبائر وذنباً من الذنوب، كأنه زنى أو كأنه رمى محصنة أو كأنه اعتدى، جلد هالشكل. لماذا؟ ما جريرته؟ قال كتبت حديث عن الرسول. فبعد إذا ذكرت الأسماء لما جاءوا إلى هسه تريد أعطيك أمثلة لو شوي الوقت تتحملون أمثلة عن هذه؟ أمثلة واضحة، حديث المنزلة واضح، حديث الكساء واضح. بقوة حديث الكساء وقوة سند حديث المنزلة يقف رجل ماذا يقول في حديث الكساء؟ بقوة حديث الكساء اللي هو أقوى الأحاديث سنداً من التواتر، وحديث المنزلة مروي بسبعين طريق متواتر. إيش قالوا؟ قال إن استخلاف ابن أم مكتوم لابن أم مكتوم من قبل رسول الله أفضل من استخلاف رسول الله لعلي في المدينة. زين إذا ذكرت أسماءهم في القرآن بكل بساطة، ما الدليل؟ هذا الدليل، هذا دليل واضح. هذا في حديث المنزلة، في حديث الكساء أيضا، في حديث الكساء صاروا يفترون 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 لحد ما جاءوا بكلمة لئيمة. هسه مرة فد واحد عنده دليل، لكن ما معقولة أنت إنسان بهالحجم هذا، يعني شنو هل ما أدري بيش أعبر، يعني لماذا هالتدليس؟ ليش تسفهون عقولكم؟ يقول منو من عندكم، يا أنتم يا رجال يا كبار يا أهل الحشمة يا وجوه الناس، أنت شخص كبير ومعروف، أكو واحد يرضى تجي بنته تنام يمه وزوجها ينام يمها؟ أكو واحد عنده غيرة يقبل هذا الشيء؟ شنو هالدليل هذا؟ هذا الدليل شنو هذا؟ ما أدري بمن يعني أصفق يا رسول الله. هذا هو المستوى اللي وصلنا له. نعم كل احنا ما نرضى، اريدت ما شوياك تنزلا، احنا همين ما نرضى. ايش رسول الله منوم بنته وزوجها بصفه؟ زين حديث الكساء منو قال لك نايمين؟ تقرؤون حديث الكساء؟ قال يا رسول الله ما لنومنا لو ما لجلوسنا. هذا بويا تبطل اذا رجال قاعد يم نسيبه وبنته قاعده يمه، حرام ما يصير، يعني بعد ما يقعدون كذا. شنو هالوضع هذا؟ لاحظوا، مو انا من قلت لكم شبهات مو ادله، هسه الصواب صار واضح. ما اكتفوا بكل هذا التهريج، صلوا على محمد وآل محمد. ما اكتفوا بهذا التهريج فقاموا الى قتل اهل البيت والتشريد والتنكيل به. زينب صلوات الله عليها، بارحة قرينا هالأبيات، منو يصدقها زينب؟ مو منو يصدقها زينب؟ طبت على الشام مشتوفة بحبل ويزيد يشتمه. تصدق انت زينب تدخل مكتفة؟ عجيب. ظلت زينب تريد ترجع علما إلى الحسين، تريد تجدد بعهدها. زينب ما كانت حاضرة بدفن الحسين، لذلك رادت ترجع للحسين. زينب عمّة إلى أين نذهب؟ قالت عمّة إلمن إلى كربلاء. من لي في المدينة؟ ليش وليدي من لي في المدينة؟ بعد أكو واحد ظل بالمدينة؟ شقول اللي يناشدني من الناس؟ أخوك حسين وينه؟ أقول حسين ظل جثة بلا رأس، وعباس النفل قطع ويمينه. يقول ردت زينب، لكن لما رجعت زينب قلبها محترق تنادي وحسينا نور عين.
أبو علي اعذرونا عنكم بطينا والله اعذرونا عنكم بطينا سبا خويا وشتالكم شتالكم صاير ولينا ولينا ولي شتالكم صاير ولينا. يقول زينب ما أندنت النياق يقول شوية كشفت شيء من الهودج صاحت يا كربلاء شمت ريحة كربلاء ما أدري شميت من كربلاء رائحة دم الحسين اش تذكرت يا زينب فرار اليتامى حرق الخيام لو ذكرت شي خليني أذكرك بي زينب من كنت واقفة وتشوفين تركض الخيل يمين وشمال أو كنت تنادين أنا أريد أنشد الخيال المجيب لي بويا اللي عبد على ابن أم ميادين بعد يوم يا بطل. يقول هنا زينب نزلت من الناقة وين جت إلى قبر الحسين خويا يا أبو علي خويا يا ابن أمي تقل أنا من اليسار والهضم اللي تسمع لولا أنا من اليسر والهضم مليت ومن غصبان علي ويا الغريب مشيت خويا ليل نهار أمشي لا ضر ولا بيت لا بيت ويا نبي شجيت وبيش رديت. ها يا زينب يقول لما نجت زينب تقول لأخويا خويا يا أبو علي لو ينش جايف يعزين قبرك خويا احب اللحد واتمدد بكترك خويا انا شبيدي خويا ردت عمري يا خويا دون عمرك يا ابو علي يا خويا اوف تقل انا جيتك وجبت الراس وياك. ها اسمع شوف لما قعدت زينب شوف قعدت زينب وين يم قبر الحسين شو تقول للراس جيت وجايب الراس بويا للراس جيت وجايب الراس أنا ونيت وتراب القبر حاس بويا ونيت وتراب القبر حاس أنا من حشمت والتمت الناس ما قام مدري شلون عباس بعد يقول
هنا زينب نظرت يمينا شمالا زين العابدين قالها عمّة قومي أعرف الجاي تدورين قومي أخذها إلى العلقميد قل لي كفالهن قوم اقعدلهن يا كفالهن قوم اقعدلهن تلقاهن وامسح دمعهن ولا تدنق لا تدنق لو شفتهن والله لا تدنق لو شفتهن دنت إلى قبر العباس يا نايم خويا يا نايم بنوم العوافي خويا ليش على التربان غافي يقول بعض الرواة بعض خطباء المنبر أرباب المنابر يقولون يقول زينب كانت تباوع للسجاد تقول له بني هذا قبر العباس قال بلى مستغربة يقول له هذا القبر وين أبو فاضل طويل القامة قالها عم لقد قطعوه بالسيوف بعد طول أبو فاضل ذاك الطول تقطع زينب تشوفوه تقطعت خويا يا خويا اسمع اسمع تقول بطيحتي تشفين يا خويا خويا يا خويا بطيحة تشفين خلت الشين يجازر يجازر على بنات الحسين ولي يتجاسر على ابناي يا تلحسي ولزينب النوح إلهي بمحمد وآل محمد وفقنا لمراضيك جنبنا معاصيك لا تجعل الدنيا أكبر همنا زدنا من فضلك يا كريم بمحمد وآل محمد تقبل منا بأفضل وأحسن القبول اللهم شافي وعافي كل مريض رد كل غريب فك كل أسير اجعل مع أسرنا يسرى مع ضيقنا فرجا تقبل منا يا الله ومن الأخوة الحاضرين اللهم احفظ هذا البلد وسائر بلاد المسلمين عجل اللهم في فرج وليك واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته يا الله ولأمواتنا وأمواتكم ومن مات على ولاية آل محمد ولوالدينا ووالديكم رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.